لكم نطلب من لجنة التحكيم تسجيل ملاحظاتها. وصلنا إلى التحدي الثالث، يحتاج إلى تركيز كنترول تسديد بالقدمين اليمين واليسار. سيلعب في هذا التحدي من الفريقين اللاعبين منتظر أحمد، علي أسعد، حيدر حسن وحسن فاضل. نتابع التحدي ولا نعود. نعود الآن للاعب كتيبة الفريق الأصفر، من هنا يتقدم على ما يبدو حسين فاضل الآن بالكرة الأولى على السلام من هنا مرة أخرى. السيطرة، هذه كرة بالتسديد، هل تأتي التسديدة من هناك؟ لكن إلى خارج أرضية الملعب. الأولى ضاعت، هل تسجل الثانية يا حسين؟ الثانية في الشباك يا وعلي، التقدم إلى الأمام، أسرع تسديدة لكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. حدنان، ولا كرة سكنت إلى الشباك، ولا كرة ذهبت إلى الشباك. يلا يا حسين، يلا يا أبو علي، لديك كرتين متبقية، لك محاولتين، التقدم إلى الأمام أسرع، يلا تسديدة، وين التسديدة؟ هذه أيضا هل ذهبت؟ لم نعلم بعد، برافو، لكن محاولة مميزة وشهادة كبيرة أن يشيد بتسديدتك من هنالك الكابتن حبيب جعفر. هذا يكون شهادة كبيرة عندما يقول لك محاولة جيدة. الكرة تصل الآن، التسديد لكن إلى خارج أرضية الملعب. لازلنا في التحدي الثالث، وبالتالي اللاعب الآن بالنسبة للاعب 37 علي أسعد يتقدم في الكرة الأولى، عسى ولعل أن تسكن الأولى الشباك، لكن حارس المرمى يتصدى. برافو من هنالك حارس المرمى محمد كاظم، خلص الكرة الأولى. علاو الآن يتقدم بالكرة الثانية، المحاولة الثانية، هذه كرة تسدد، وينها التسديدة؟ لم تأتي بعد، هذه كرة جول إلى خارج أرضية الملعب. برافو، برافو على الكرة الماضية لكن وصلت إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة ما قبل الأخيرة من أجل التسجيل والانتصار على أصحاب القمصان الصفراء، لكن وصلت إلى خارج أرضية الملعب. بقيت المحاولة الأخيرة، المحاولة الأخيرة من التحدي الثالث. هل هنالك هدف؟ هل هنالك كرة في الشباك؟ لكن إلى خارج أرضية الملعب يختتم التحدي الثالث. يعني شباب صراحة يعني 16 كرة ما صار أي هدف، فراح اليوم عندنا اللجنة واحد من العباقرة اللي عندنا اللاعبين شاكر محمود، ممكن يتفضل يانا يعني يراويهم شوف شلون. جميلة جدا، الآن تعلموا من هذه الخبرات المتراكمة والنجوم. هذه كرة يا الله، كيف لا يسجل وهي معشوقته؟ كيف لا يسجل وهو من داعبها في كأس العالم في 86 هنالك في المكسيك؟ نعم هذه تسديدة، لكن بالأخير الكرة الأولى التي دخلت. يا ليت الشباب يعود يوما. يا كابتن شاكر، هذه في الشباك، هذه في الشباك، هذه في الشباك، لكن ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. شكرا لتدخل اللجنة.